يكون من رحيق مختوم ختامه مسك. سجل مشيك. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك. فيا ايها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا. اخوتنا اخوة الايمان، مسك ختام هذه الليلة نعيش مع النجم الاذاعي الكريم والقارئ الفاضل، نعيش مع تلاوة كريمة مباركة من معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا نجم الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي
ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك الله عليه وسلم عليه. ربنا بيقول لحضرة النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. ربنا يكرمنا بهذا النور ويتجلى عليك بنور. اشتغل. وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا جعلناه نورا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تدينا معنى قرآني أنا إلى الله تصير الأمور إذا وقعت يعني ساعة ما تقوم القيامة والله ده معنى كويس قوي ورحمك بين الصورتين فصاحت ليس لوقعتها كاذبة خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء Yeah.
ليس لوقعتها كاذبة. رب النبي اذكر الله خافضة رافعة إذا وجدت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة صلى على النبي وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة بيكتب
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحون عين وحون عين جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا الناس دي حبايبها وحياه النبي اللي كنت جاي اخلص وحياه النبي اللي كنت جاي اخلص وحياه النبي الله يبارك الله يكرمك يا صلاه النبي اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل عليه اذكر الله وحون وحون عين وحون عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وطلح منضود وظل ممدود وماء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة Yeah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة بعض الفن.